صوتك أوتيك هي إذا بدك ان ارت اكزيبيشن وين جمعنا نسوان فنانات لبنانيه تشتغل بالتصوير بالسيراميكس بالبينتينج. اليوم كل النسوان يلي عم تشترك جايه مع رساله حب، رساله حياه، رساله امل للبنان وكل الشرق. نحن اشتغلنا على اساس بدنا فنانات اول شيء يكونوا مؤسسين وفنانات اكثر يونغ ايمرجينج. جمعنا اثنين، في فنانات يلي عندهم بس موقع بلبنان وفي فنانات مور انترناشونال اكسبوز انترناشونال مثل مثلا كارلا هنود، فادي احمد، وجربنا بهالطريقه نعطي سبيس فور ايفري ون تو اكسبرس ذيم سيلفز ويكون كلهم عندهم صوت وكلهم عندهم قوه ثرو ذيس اكزيبيشن. بفتكر وقت اللي عم نشوف كل شيء عم بيصير اليوم بالعالم بعده دور المرأة مش مهم، اتس نوت انف. يعني اليوم المرأة كثير ام وارتست، سو الارتست فيها تتكلم اكثر وفي عندها كثير طرق تقدر تحكي وتفرجي انه في اشياء بالعالم عم بتصير غير. يعني اليوم بس نشوف كل شيء عم بيصير على الاخبار وانا عم بحكيها لاني صحفية، يجي على بالنا نشوف غير اشياء. بفتكر انه اليوم عم بيفرجوا هون كل شيء معقول ينعمل وينقال بطريقه انسانيه ونسوانيه، ما بعرف اذا بيقولوا نسوانيه، يعني فيمينين. قررت انه اختار ملوحات لها علاقه مع المراه تناسب هالحدث. كوني هلا كمان يعني عملت معارض كثيره وكوني كمان علمت اجيال كثيره بالجامعات وهلا وبعدني لهلا بدرس بالجامعه، انه ايه بهمني انه اتكرم اكيد لانه عملت شيء جديد وعملت شيء مميز بالكولاج وصار اسمي مرتبط بماده الكولاج. اي حدا بيذكر اسمي بيذكر ماده الكولاج. هيدي أول مرة وبيعني لي كثير الموضوع لأنه أنا المجسمات بالأساس كنت عملتهم ضد سرطان الثدي. أنا كنت عاملة هيدا المعرض بتشرين الأول وضلوا على ساحة ساسين ثلاث أيام بس وقتها بعدين خلص المعرض. هن يعني اليو إن دي بي من قبلهم اتصلوا فيي وقالوا لي إذا بهمني أنه شارك بهيدا المعرض وأكيد كنت كثير مبسوطة لأنه يعني بجسد انا اللي كنت عم بفكر فيه اللي هو كمان اليوم لانه نهار العالمي لحقوق الامراه وهذا هو اللي كنت انا عم دافع عنه، يعني حق الامراه بالتعبير عن نفسها.